وكان صالح قد غاب عن مباراة الفريق أمام الفيصلي الأردني السبت الماضي في افتتاح البطولة العربية بسبب الإصابة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بيك. أهلا بيك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. حازم في البداية عايزين نعرف كواليس التدريبات الحالية. هو حتى الآن في محاضرة فنية بيلقيها الكابتن أحمد أيوب على الفريق داخل غرفة قلع الملابس. أنت عارفة طبعا أهمية المباراة بعد خسارة الماتش الأولاني، بيشرح فيها نقط قوة وضعف فريق الوحدة الإماراتي. وإن شاء الله بإذن الله يعني نشوف النادي الأهلي في تغييرات كثيرة في التشكيل إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله حازم البرعي مراسل. نعم حازم. هو نتأكد طبعا غيابه عن اللقاء. وليد سليمان بيجري دلوقتي عمليات تأهيل بدني في الجيم، وصالح جمعه الدكتور خالد محمود بيجري الكشف الطبي عليه لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعيه. طيب هل ظهرت ملامح التشكيل لمباراه الوحده الاماراتي؟ يعني كابتن احمد ايوب كان بينوه ان قد يكون في تغييرات في التشكيل في مباراه بكره. هو حتى الان التمرين لسه ما بداش، بس اعتقد ان في تغييرات كثيره لان في عوده لعيبه ما شاركتش في المباراه الاولى زي كابتن حسام غالي، زي سام محارب ممكن يشارك، شارك امبارح في التدريب كامل وهيشارك النهارده ان شاء الله باذن الله. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف.